السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. في الحلقة دي هنجاوب على سؤال مهم جدا، أو هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو هل البرمجة هي أهم حاجة وأهم مهارة لازم تكون عند البايوانفورماتيشن؟ هل البرمجة هي أهم حاجة إحنا بنستخدمها وأكتر حاجة المفروض تتعلمها وتتقنها عشان تتعامل مع البيولوجيكال داتا أو البايوانفورماتيكس؟ طيب عشان نجاوب على السؤال دون خليني اسألك سؤال بكل بساطة. دلوقتي انت معاك بيولوجيكال داتا وعايز تطبق عليها موديل معين، الموديل دون انت هتطبقه عن طريق مثلا الار بروجرامينج او البايثون ايا كان، ممكن تقول لي انت اخترت الموديل بتاعك ده بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ مش عارف. طيب ايه الاصعب، انك تطبق الموديل على الار او على البايثون ولا انك تفهم الموديل؟ برضو مش عارف. خليني اقول لك اجابة السؤالين دول. لما انت بيكون معاك داتا معينة انت بتبدأ تاخد عليها قرارات من نفسك. يعني ايه؟ يعني مش دايما يا صديقي في ورك فلو انت ماشي عليه، مش دايما في حد هيقول لك اعمل كذا، لان المفروض اللي يقول لك اعمل كذا دي هي خبرتك وهي معلوماتك وهي الاكسبيرينس اللي عندك. اللي بياخد قرارات على الداتا هو انت، مش حد بيقول لك خد القرار الفلاني او خد القرار الفلاني. فعشان تطبق موديل معين، عشان تطبق الجوريزم معين على الداتا بتاعتك، محتاج الاول تفهم الديفرنت الجوريزمز او الديفرنت مودلز اللي ممكن تطبقهم على الداتا بتاعتك، وبعد كده تبدأ تطبقهم. ليه؟ لان اي قرار بيتاخد على الداتا بيكون نابع منك انت، مفيش حد بيقولك اعمل كذا اعمل كذا، البيولوجيست مش بيقولك الكلام دون، والمفروض ان انت اللي بتاخد القرارات دي. وبناء على ايه بقى؟ بناء على معرفتك، بناء على مذاكرتك للالجوريزمز، بناء على مذاكرتك للمودلز، بناء على القرارات اللي انت المفروض حسبتها في دماغك وخدت عليها اكشن. المرحلة دي هي مرحلة طويلة جدا، وهي مذاكرة الالجوريزم ومذاكرة الموديل ومذاكرة الحاجات الكثيرة جدا، وبناء عليه تاخد قرارات. القرار اللي انت بتاخده عشان تطبق الكلام دون على الار او على البايثون ممكن ما ياخدش معاك نص ساعة او ساعة، ممكن يبقى فيه فانكشن واحدة بس تطبقها على الداتا بتاعتك، فيها الموديل اللي انت عايزه، فيها الالجوريزم اللي انت عايزها، فيها الاناليسيز اللي انت عايزه. وبناء عليه مذاكرة البرمجة مش أهم حاجة في البايوانفورماتكس. أنت مش مبرمج، مش أهم مهارة عندك هتكون هي البرمجة. بالعكس، أنا عايزك تتعامل مع البرمجة دي على أنها تول، جاست مجرد أداة بنستخدمها عشان نطبق مودلز معينة، عشان نطبق أناليسز معينة، عشان نطبق ألجوريزمز معينة، وهكذا. إذن في الأساس البرمجة ولا فهم الإحصاء والماثماتكس وما وراء الفونكشنز وما وراء البرمجة؟ الأساس مش البرمجة. أنهي أصعب، البرمجة ولا فهم ما وراء البرمجة؟ ما وراء البرمجة هو أصعب، لأنه بيأخذ منك وقت كبير جدا عبال ما تتقن وتفهم الألجوريزمز المختلفة والمودلز المختلفة. وده رجع لإيه؟ رجع لإنك لازم تكون عارف القرار اللي هتاخده من دماغك على الداتا ده هيكون صح ولا لا، وتجرب وتشوف هو صح ولا لا. المرحلة البسيطة في الموضوع ده كله هي مرحلة تطبيق الكلام ده على لغات البرمجة. ده رقم واحد في ان البرمجة مش هي كل حاجة. رقم اتنين، فاهم الجوريزمز، فاهم برمجة، بتعرف تكود جامد جدا في الكودينج ومفيش احسن منك، وابتديت تبقى كويس في فهم الالجوريزمز، عارف تستخدم ده امتى وعارف تستخدم ده امتى وعارف تستخدم ده امتى، وعارف الستاتستكس اللي مبنية عليه المودلز دي، لان ده مهم جدا بالمناسبة، بس مش عارف الداتا بتاعتك، مش فاهم البيولوجيكال اللي ورا الداتا بتاعتك، مش فاهم
الداتا دي جايه ازاي، مش فاهم معنى الريزلت اللي انت بتطلعها، مش فاهم معنى الانبوتس اللي انت محتاج تدخلها، مش فاهم ايه الريزلت اللي انت ممكن توصل لها، مش فاهم اللي انت طلعته ده معنى ايه. نيجي هنا لنقطة تانية اهم من البرمجة، وهي البيولوجي. انك تبقى فاهم بيولوجي كويس جدا as a bioinformatician ده مهم جدا ليك، لان من غير البيولوجي انت مش تبقى عارف ايه الالجوريزم اللي تطبقها على الداتا، لانك مش فاهم الداتا بناء على عدم فهمك للبيولوجي. طب فين البرمجة؟ البرمجة خطوة بسيطة جدا، خطوة تطبيقية، خطوة اخيرة، اخر خطوة، اخر حاجة بتعملها انك تكود. افهم الداتا بتاعتك از بيولوجي، افهم الالجوريزمز اللي ممكن تطبقها على الداتا دي، افهم المودلز اللي انت ممكن تطبقها على الداتا دي، افهم الحاجات دي كلها، وبعد كده فكر في خطوة البرمجة. طب انا بقول كده ليه؟ ان البيولوجي من دون فهمه مش هتعرف تاخد قرارات على الداتا. الماثماتكس او الستاتستكس والمودلز والالجوريزمز من غير فهمها مش هتبقى عارف تاخد انهي قرار على الداتا. الاول انت مش عارف تاخد قرارات ايه، بعد كده مش عارف تاخد اي قرار. الكلام ده لو فهمته تقدر تطبق على لغات البرمجه بكل سهوله وبكل سلاسه، ومفيش اي مشكله، لان لغات البرمجه تطبيقها سهل، خصوصا ان معظم لغات البرمجه المطبقه في البايوانفورماتكس از داتا اناليسيس هي الار والبايثون، ودي هاي ليفل بروجرامنج لانجويج، يعني فوق قوي. احنا مش بنتكلم على السي ولا السي بلس بلس، يعني مش حاجه صعبه، مش حاجه معقده، مش حاجه تحت، احنا بنتكلم على هاي ليفل بروجرامنج لانجويج. فدول مش صعبين، والمشكله مش فيهم، المشكله في ما وراء الكود، ما وراء الموديل، ما وراء الالجوريزم، ما وراء الداتا از بايولوجيكال. ليه انا بقول كده؟ الناس كلها انا عايز اتعلم برمجه، طيب فاهم ستاتستكس؟ لا. فاهم بيزكس للماشين ليرنينج لو انت عايز تطبق ماشين ليرنينج عن طريق البايثون مثلا؟ والله لا. فاهم لينير الجبرا عشان تطبق الماشين ليرنينج؟ والله لا، بس عايز تطبق الماشين ليرنينج بالبايثون. طب ما تروح تفهم الحاجات دي الاول، بعد كده نتكلم ان احنا نطبق بلغات البرمجه. لو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه دون، وحسيت ان لغات البرمجه هي اهم حاجه، انت كده بصمجي. لو عايز تتخمل انك تبقى بصمجي، بتجيب اكواد وتكملها، ما بتاخدش قرارات من دماغك، بتاخد قرارات الناس قايله لك عليها وبتطبقها. وبالمناسبه ده انت كده مش مستقل بذاتك، ولا قادر تاخد قرارات على الداتا بتاعتك. ده مش معناه انك بقى انفورميشن اعمل كده، ولكن هتفضل على طول في المرحله دي، وهتفضل على طول بيحصل لك ريكومنديشن من الناس، وتفضل بصمجي، او بتجيب الكود وترنه، واكتر كده ما بتعملش، لانك ولا انت فاهم الداتا، ولا انت فاهم الالجوريزمز، ولا انت فاهم المودلز، ولا انت عارف تاخد قرارات صح على الداتا بتاعتك. اذا البرمجه مش اهم حاجه، انت مش مبرمج، انت بايو انفورماتيشن مش بروجرامر. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه، وسلام عليكم.